أهم ما جاء بالمؤتمر أول حاجة توحد صفوف الفلاحين في مصر، موضوع تنفيذ الحكم القضائي الإداري التي تم إصداره الشهر السابق بأنه رفض الدعوتين للحكم المتنازع، الحكم المتنازع بين محمد عبد الناصر العقاري وبين أسامة الدحش، وتم الجمعية انعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة باختيار نقيب عام للفلاحين. برضو مشكلة القمح وقصب السكر الحمد لله تم حلها، واحنا بنشكر الحكومة والقيادة السياسية على اهتمامهم بمشاكل الفلاح. البند الأخير النقابة المهنية سرعة إصدار قانون لها من مجلس النواب. من هذا المنطلق بنعلن رفع دعوة ضد اللي اسمه تيمور ديت.